الحصص الصغيرة والكلام ده انتوا عارفين احنا مشكلتنا في مصر عدم اعمال العقل. يعني ما نحاولش نجتهد ولا نتعب نفسينا. لو نزلنا كده لابناء المهنة الواحدة هنلاقي اغلبهم من بلد واحدة. محدش فكر يسأل ليه؟ لان الناس مش عايزة تشغل مخها. ابن فلان من البلد نزل رجع لابس هدمة نظيفة الكل لازم يروح زيه. راح ليبيا ولا ليبيا الكل لازم يروح ليبيا. يا عم يمكن الراجل ده عنده مقاومات معينة مش كده ولا ايه؟ ربنا وفقه وقابل ناس كويسين ربنا ساعده ابدا. فعنصر التقليد مش كده ولا ايه؟ موجود. هو ده سبب ان ابناء المهنة البلد الواحدة بيشتغلوا مهنة قريبة من بعض. يعني حاولها بصراحة كده. احنا عندنا طوفان من الطلبات كله عايز يعمل مخابز. لكن احنا دولة مواردنا محدودة. يعني لما يبقى الدولة وفرت 21 مليار عشان رغيف عيش تعمل ايه تاني؟ وكل واحد في مصر حتى لواءات الجيش والبوليس اللي بيطلعوا معاه جايين عايزين يعملوا مخابز. فاكرين يعني حاجة من الاتنين بقى. احنا مش فاهمينها لغاية دلوقتي. فالسرعان مش كده ولا ايه؟ انا شكيت فيها. قلت بقى الناس دي يعني ده مهنه ايه دي الكل بيتصبح عليها؟ صح ولا مش صح؟ صح. ف قصاد الالحاح واللي بيقدم طلب بقى بيجري بقى في الدنيا بيجيب 100 واسطه و100 حكايه وزن ويقف على باب الغرفه زي ما احنا داخلين دلوقتي ومش عارف يروح فين وممكن يرمي نفسه قدام العربيه ويصر. يا عم شغال ياخد كام؟ ما هنديله منين؟ ما من حصصه. مش كده ولا ايه؟ دولة ما عندهاش دي. لازم نراعي ظروف بعض. وبقى معلش ده تشغيل هو ظلم نفسه بالمشروع. واقول لكل واحد حتى اقرب الناس لينا لما بيجي يقولوا اقول له يا عم ادرس كويس المشروع ما بيكسبش. اللي هيمشي كويس هيخسر. ما بيصدقوش. مش كده ولا ايه؟ انتوا حطيتوا في المجتمع بذرة انا مش فاهمها لغاية دلوقتي. المخبز اهم حاجة. لدرجه ان بعض الناس عشان تبيع بيت واقف مالوش زبون يعمل مخبز عشان الراجل ياخد الرخص في المخبز. تخيل انا حضرت حاجات زي كده في السوق المصري. بقى اصبح فكره المخبز دي حكايه ومطمع ما انش عارف لغايه دلوقتي بصراحه. يعني ممكن من الواحد يعني يعمل لها دراسه يعرف الحكايه. مع احترامي لحضراتكم لا تلومن الا نفسك. المهنه دي بقى لنا 7000 سنة بنخبز ونعجن في مصر. ما ينفعش أبدا أنتوا مبسوطين إن العمالة تبقى غير ثابتة. نظام العمالة الوردية مش كده ولا إيه؟ أنت حر. لا دربتوا حد، لا طورتوا الصناعة، لا طورتوا نفسيكوا، لا كبرتوا النشاط ولا أي حاجة. إحنا برضو ناس ساكنين. يعني أنا مرة قريت كتاب يقول لك خرافة الندرة. كان كاتبه 2 اقتصاديين انجليز راجل ومراته. قالوا خرافة المدرة صناعة الجوع. قال لك احنا لما احتلينا بيعترفوا هم انجليز لما احتلينا 3/4 العالم كنا بنعلم الناس النشاط الاقتصادي اللي يخليه متخلف. اللي يخليه متخلف. اللي بيها عمره ما تقوم لقومة. نعلمه ايه؟ يقول لك زراعة القصب. ليه؟ لانه بيعقله في الارض كل 5 سنين. ويقعد بقى في البيت يسمع يا درداوي يا درداوي والحكومه تواجه والرياضه ما عادش عارف مين درداوي الشريط ده. ونيجي في الاخر الحكومه تواجه اعلى معدل زياده سكانيه في العالم. وقاعد درداوي رايق يقوم بقى احنا ايه الضربه دي 2.2 مليون مواطن مولود جديد كل سنه. تخيلوا. بس بقى ما هو بيعقل. ده احنا وصلنا في الصعيد ان شركة السكر تقول للراجل ده احنا حاطين لك عربية جوه الغيط عربية قطر بس حد يحش القصب ويحطه. تعرف معنى فاضي. تضطر الشركة تبعت عمال يحشوا القصب ويحطوه ويجي المقطورة تاخدهم كلهم على المصنع. اللي يروح هنا انا شفتها بعيني. ليه؟ تعالى الكسب. يعني ايه زراعة المانجو؟ ما يشتغل عشان تبقى مسمرة على شكل اقتصادي قدامها من 5 ل10 سنين. تخيلوا. فالناس دي بتعترف انها كانت بتصنع التخلف. مفيش حاجه اسمها ندره. واخد بالك؟ انما هم اللي بيصنعوا الندره. هم اللي بيخلقوا الناس
الكسالى. انا مش عايز نبقى كده، انا مش عايز نستسلم ان احنا نبقى كسالى. انا اسف لله، يعني الواحد طلع لقى مخبز دي مهنه اهله ومشي فيها ماشي، بس ليه ما نجددش؟ ليه ما نطورش شكل المخبز، نوع العيش، المنتج؟ يعني انا في تجارب انتوا اللي عاملينها ناجحه في الاسماعيليه مثلا، ما هي الشعبه هناك لما يجي 19 واحد يعملوا مخبز، انا رحت خدت الدكتور جوده، كنت انا وقتها مستشار لي، قلت له تعالى نشوف واحنا حكومه عاملين مخبز زي في الشيخ زايد، احنا مكلفنا 39 مليون، صحيح المساحه اكبر وسبع خطوط، لكن لما القطاع الخاص عمله كلفه 16 مليون، انتوا خمس خطوط احنا سبعه. لما لقينا العيش عندكم لقيناها عيش مميز افضل كتير من اللي احنا بنعمله في القطاع العام. اللي عندنا ثلاث ارباعه سحله وهالك كل يوم بيخسر، تخيل مخبز بيخسر. حتى انا يوم طلع مني كده لفظ للدكتور جوده، بقول له معقوله العيش كده كل يوم؟ قلت له ايوه، ادي العيش لخبازه. ودي بالك انا مش ضد ان انت تكسب، بس انا ضد ان انت تتجمد وما نطورش. لسبب التطوير جاي جاي، انا غير راضي تماما اعمل ايه في العيش. ليه بقى؟ لان يا جماعه احنا بلد سياحي، الريف العيش ده هو وجه مصر الحضاري، كل واحد بياكل كل يوم الصبح، مهم قوي ان احنا نحسنه. احنا السنه دي الاستاذ ممدوح موجود، احنا جبنا في خلال شهرين للوزاره اتشكلت فيهم اللي فاتوا دول 2.3 مليون طن قمح من اجود الانواع، ما ترفضناش حبايه. قول لهم الحمد لله على اعلى مستوى. احنا بنجري بنبني السنه دي 100 صومعه عمرها ما حصلت. عارفين ال 100 صومعه دول يعدوا قد ايه؟ يعدوا حجم الصوامع اللي بناته مصر من 7000 سنه مره ونص. 7000 مره ونص، احنا عندنا كل اللي عندنا 65 صومعه في 7000 سنه. احنا بنبني 100 صومعه في سنه واحده. صحيح في مشروع بادئ اللي هو ال 25 الاولين، 50 صومعه المشروع القومي، خلصنا 24 وبنكمل 26 التانيين، وبنبني 50 صومعه بالتنسيق مع دوله الامارات. الساعة التخزينية بتاعتهم 3 مليون طن. الساعة التخزينية السابقة 1.5 مليون طن. يبقى احنا عندنا النهارده حوالي 4.5 مليون طن. أنا حريص قوي على الصناعة. ليه؟ لأن القمح الكويسة تدي ديك كويس، تدي رغيف كويس. فبادئين إصلاح المنظومة ليكم. السنة دي إن شاء الله اتفقت مع سيادة وزير الزراعة ان احنا مش هنخلي قمحايه تترمي على الارض مره ثانيه. وقاعدين نفكر نعمل ايه، ولدرجه ان احنا وصلنا لمرحله الاختراع. يعني الواحد فكر كده في اختراع معين، يعني اكتشفت ان بنك التنميه والائتمان بيدفع بس في شراء شوله للفلاحين كل سنه ب 420 مليون جنيه. وانتوا عارفين الشوال مجرد ما الهلب دخل فيه ما بقاش شوال، والراجل هيحمل ويعبى ازاي؟ وكمان احنا بنتنك عليها قوي كحكومه لما نيجي نسوق المحصول، نخلي نرمي له الشغله وهو يجي ياخدها، وبعدين يقعد يعبي، وبعدين يجيب جرار ولا عربيه ويقعد يوم كامل قدام الشغله، مش كده ولا ايه؟ ولا قدام البنك. وتلاقي بقى مثلا يومها اللجنه بتفطر يستنى، ده مش عارف بتاع الصادرات والواردات دخل يصلي، ده في الحمام، مش كده ولا ايه؟ والراجل ممكن يقعد اليوم وفي النهايه يقول لك لا انا مش هروح بقى، انا مش هرجع لهم تاني. يروح التاجر ياخد منه تاني يوم، يقول له انا مش قلت لك تمشي على الحكومه، يروحوا عطلك يوم وعطلك، كسبت ايه بقى؟ فيشتري باقل من السعر بس مريح، مش كده ولا ايه؟ عشان كده احنا السنه دي بنفكر في اليه ان مش هنحط شغله، واحنا اللي هنروح للفلاح بيته، واحنا اللي هنجيب عربيه ونشيله. واخدين بالكم؟ نيسر على الفلاح ونيسر علينا. وعملنا اقتراح كده ظريف، عربيه شكلها كده جميل، تبقى هي العربية حافظ وناقل ومكيال عشان ما نعيدش الوزن، مش كده ولا ايه؟ ويبقى فيها أداة للشفط
وهذا اللي اضطرت. يبقى اشرب من عند الراجل مش كده؟ واطرد على المطحن او الصومعه. والغى بقى حكايه الشونه الترابيه والشونه الخمسين شونه اللي احنا بنبنيهم مع الامارات، بنبنيهم في الصوامع الترابيه والاسمنتيه. لان برضه سيبك مش حكايه ان بس بنفقد من 10 ل 15% من قمحنا، التلوث صحه الانسان، ما احنا لازم نحترم ادميه بعض مش كده ولا ايه؟ من لا يرحم لا يرحم. بس اتفضل. حضرتك قلت القمح الاول وقلت الصوامع والشبر، وسبب كلامك قلت انا مش راضي عن الرغيف. احنا بنتكلم كويس، احنا بنتكلم، بس ارجو ان سيادتك تبقى عارف ان احنا ما بنحبش ان احنا نطلع ريف وحش، وما بنقصدش ان احنا نطلع ريف وحش. الدقيق اللي بيجي لنا هو اللي بنصنعه، يعني في مطاحن النهارده بتطلع دقيق للاسف سيادتك الارض احسن منه وانضف منه. تمام. ولما بتيجي نشتكي النهارده قول ده هو ده اللي عندنا كان عاجبكم، هو ده اللي عندنا ان كان عاجبكم. طب بس انا عايز اقول لك على حاجه معلش، يعني وانت مفيش بيني وبينك حاجات. لا طبعا. جيت قلت لي مره على مطحن وما خدناش اجراءات. طيب. صحيح مش لازم تقول لا، بس انا بقول لك اهو، قول للمسؤولين اللي معايا على اي مطحن. انا جيت قلت للاستاذ ابراهيم العسقلاني على مدير المديريه بتاعتنا على مطحن في المطريه، ونزل بنفسه الراجل عمل له مش كده برضه يا ابراهيم بيه؟ فصل على 100 شويه وعملت له واحده ونص. طيب يعني انا بس عايز اقول لحضرتك ان احنا ايوه، ما هو اذا كان في مطحن، اذا كان في مطحن سيء، انا عايز اقول لك هل انت طورت العماله اللي عندك في يوم من الايام رحت دربت العماله دي في مركز تدريب؟ حد عمل كده؟ على فكره زمان زمان هنا في القاهره برضه في ميدان الفردوس، اصبر بس عليا، في مركز لتدريب عمال المخيارس في محافظه القاهره. ما انا فاهم، لا انا استعنت بيهم من سنه كام سنه؟ انا استعنت بالناس دي، يعني كان عندنا في مخابز الشرطه كان في شكوى من سوء حاله الخبز، فاتفقنا ان احنا نعمل برنامج لتدريب المجندين والضباط المشرفه على المخابز في كل جهات الشرطه، وبدانا نجيب الجماعه بتوع مركز تدريب عمال المخابز بتوع محافظه القاهره اللي هم في ميدان الفردوس المخبز الحكومي اللي هناك، انتدبناهم لمصلحه التدريب اللي في صلاح سالم، واقمنا مخبز تجريبي. وعلى فكره اصريت في البرنامج التدريبي ان انا اجيب للمجندين اللي عندنا اللي بيشتغلوا في المخبز اللي احنا كاشفين عليهم صحي ونفسي وكل عشان بخرب الامراض، ان انا اجيب مدير او حد من مكتب المركزي لتشغيل عمال المخابز اللي في كوبري البوب. ليه؟ علشان يعرف المجند ده بعد ما هيطلع من عندنا لو عايز يشتغل الشغله دي هياخد مزايا ايه وضمانات ايه ويشغله فين، ويقول له انا في الشرقيه مثلا عنواننا فين وتليفوننا اهو في اسيوط احنا هنا. الهدف ايه؟ احنا برضو مش هبل يعني. الهدف ان انا اوفر لك عماله مدربه سليمه صحيا، وفي نفس الوقت لما يطلع يلاقي شغل. فكنا هدفنا تحقيق مصلحه المجتمع ككل. انتوا انا ما سمعتش من يوم موعد وانا معاكم بقالي اكثر من 35 سنه انكم ناويين تطوروا. وانا بقول لكم التطوير جاي جاي. ليه؟ عايزين نحسن. إذا ما كانش بإيديكم هنجيب لكم يطور، ما أنت مش عايز تطور. مش كده ولا إيه؟ أنا ما بهددكش لكن أنا بقول لك اللي هيحصل. بس العمالة موجودة دلوقتي يا معلم وزير. نعم؟ العمالة موجودة دلوقتي مش محتاجة تدريب. أنا عمال؟ العمالة موجودة دلوقتي في المخابز مش محتاجة. اتدرب فين يعني يعرف إيه ده؟ ما هو شغال، ما أنا كمهنة أنا أعرف أدربه، أو هو لو هو مش شغال كويس بجيش غيره أو مش شغال غيره. الحاجة الثانية لما كان ما فيش أصلاً إشراف المركز ده ما كان تقريباً ما حدش يعرف عنه. بالنسبة لحضرتك الموضوع دي، حضرتك بتقول احنا حلوان كمدينة شغل هناك. الدليل ان في بتاعها ان هو يعني في ديك كتير او سيء في امام الحنين، الشروق والتبكين الاثنين اسوأ من بعض. في مخزن في مخزن للقوات المسلحة هناك، شروق والتبكين شوفهم ليه؟ في مخزن للقوات المسلحة هناك، في مخزن للقوات المسلحة ما بياخدوش من تقيلة، بس ده في ظابط بيقدر يرجع تقيلة، ظابط بيستلم تقيلة يعرف يرجعه، ظابط قوات مسلحة بياخدوا لهم دقيق من محافظه ثانيه من الجيزه من وحده. المخابز اللي هناك
يصرف لها ايه يعني دي زي بيقول له انا بدي لك اربع شكاير لو هو حس حتى ما فيش مواد يعني زي السكر تحطه على دي كده مش لازم تكون حسب كلها تاخدها من دي واحده وموجود ده كل ده لما بتيجي تنزل لها بتعاني القائم اللي هو الامين عامل الشغله ما بيدهمش دينا او هو موجود عنده حاجه دي كده لازم تيجي عليه لكن حضرتك اللي جنب بالنسبه للمطحنين نفسهم ما حدش بيبقى لا بس انا عايز اطمنك معلش يعني اللجان اللي بتنزل تسحب عينات دي لجنه تبقى خبيره عارفه ازاي تسحب العينه وانها تنوع في مصادر العينه